السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الفيديو بتاع السوستة اللي قلتلكوا عليه قبل كده، سوستة القلم الجاف مع الفيشة اللي بتوسع معانا. طبعا كلنا عارفين اللقمة ديت، اللقمة دي بعد استعمال فترة صغيرة جدا جدا بتوسع. لو حطيت فيها فيشة تخينة وشلتها، جيت حطيت رفاعة، تلاقي الرفاعة بتلقي جواها. ده ناتج عن انها معمولة بطريقة بيسترخصوا فيها شوية. المفروض أي فيشة من دول جواها يبقى فيه سوستة صلب ماسكة الطرفين اللي جوه، عشان لو حطيت فيشة تخينة أو فيشة رفيعة يبقى دايما متداس عليها. طبعا السوستة دي ما بتركبش كنوع من الاسترخاص. فبنحب نبدأ نفتحها الأول، نعلم علامة عشان لو في نوع معين من الفيش بيركب بطريقة معينة ما نركبوش بالعكس ونبوظ البلاستيك. نفتح كده بالمفك، فتحنا الناحية دي، نفتح الناحية التانية اللي هي تطلع بمنتهى السهولة، اهي اتفتحت اهي. نشيل الوش بتاعها، فتحنا الوش اهو، نطلع دي ودي. دول الحتتين اللي بيوسعوا نتيجة ان انا بكون مركب حاجة فيشة واسعة او فيشة تخينة او فيشة رفيعة. طب انا بحتاج اعمل ايه؟ بحتاج ان انا احط سوستة تقفل دول على بعض وتقفل دي معاهم عليهم. بجيب سوستة القلم العادية خالص وأوصلها كده اهو، أدخلها كده اهوت وأمسكها كويس وأبدأ ألف عليها. هوريكوا دلوقتي من قريب يبقى شكلها عامل ازاي. لفتين، ناخد بالنا عشان السوستة دي بتعور. بس كده، وبعدين اروح اقصصها بالقصافة. شكلها من قريب يبقى عامل كده اهو. بعمل التانية كمان، اركب دي مكانها. طبعا المسمار بيبقى ناحية بره عشان يبان من هنا اهو. اعمل التانية كمان، وانا بلفها بلف السوستة معايا عشان احاول اخليها تاخد نفس التدويرة بتاعة السوستة نفسها. اجي في الاخر اشيل الحته دي، ملهاش اي لازمه. اجي واخد دي برضو حطيتها بنفس الطريقه هنا اهو. بقى عندي كده الاتنين، راكب عليهم السوست بس كده بمنتهى البساطة. اروح مقفل دي تاني مكان ما انا حاطط العلامة الحمراء، احط العلامة الحمراء. قبل ما اقفل ديت بالزرادية كده اهوت، بقفلها شوية عشان انا فتحتها، عشان لما اجي اركبها تبقى قافلة كويس. تبقى عدلة بالظبط، تمام. اروح جاي نركب دي من ناحية ومن الناحية التانية، ارفعها سنة صغيرة كده بالمفك بحيث انها تدخل في ايه الحتة بتاعتها. عملت التكة بتاعتها، برضو ممكن ادوس عليها سنة كده بالمفك اضمن انها اتقفلت كده وكده، اتقفلت تمام من هنا ومن هنا. دي بقى كده خلاص، لما اركب فيها في شرفايه زي ده اهي، دي رفيعه اهي اللي هي بتدخل، لازم تطلع بصعوبه منها زي ما انتم شايفين، تبقى ماسكه جامد جدا جدا.
بس ده فيديو بسيط عن الموضوع بتاع سوستة الألم الجاف. السلام عليكم.